السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن عشبة برواق أو البرواق، واسمها باللهجة الجزائرية واسمها كذلك بالأمازيغية والعربية والفرنسية ومنافعها وطرق استعمالها. نبدأ على بركة الله. البرواق هو البرواق المداد، ويسمى كذلك السريش، وفي الجزائر فهو يسمى البرواق كذلك، وله اسم آخر في الجزائر باللهجة الجزائرية يسمى البلواز، ويسمى كذلك العنصل. وبالأمازيغية فله اسماء كثيرة جدا يسمى البرواق يسمى بالأمازيغية تيقليش، له اسم آخر يسمى بتعليلس، وله اسم آخر يسمى تازيوت، وله اسم آخر يسمى هيري، وله اسم آخر يسمى أولا، وله اسم آخر يسمى أنجرة. بالنسبة لاسمه العلمي فهو يسمى أسفودولوس ميكرو كاربوس، وبالفرنسية فهو يسمى أسفوديل، وبالإنجليزية يسمى كذلك أسفوديل، ولو اسم آخر بالإنجليزية يسمى كينجز رود. البرواق هي نبتة عشبية معمرة برية من فصيلة الزنبقيات، تسكن المناطق البورية، ويعتبر أمش الغابات في كل الأقاليم التلية في الجزائر. وبالنسبة للأجزاء المستعملة من هذه العشبة، فيستعمل الأضران، وهي عبارة عن أجزاء تشبه العروق، تكون تحت الأرض، تكون ممتدة تحت الأرض، وتكون غنية تكون سميكة الحجم وغنية بالمواد النافعة. فهذه العناصر هي التي تؤخذ وتستعمل في الوصفات. وكذلك بالنسبة للعناصر المكونة أو الفعالة التي تصلح لنا في هذه النبتة، فهي تحتوي على مادة الأسفوديلين، وكذلك تحتوي على صمغ، وتحتوي كذلك على اللعاب، وتحتوي كذلك على سكاروز. بالنسبة لهذه العشبة فلها عدة فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، نذكر من بينها فهي منظف، تعتبر عشبة منظفة وملينة ونافعة للأمراض الجلدية والجروح، وإذا أحرق أصبح مسخنا، وكذلك يعالج التونية في الشعر، هي داء الثعلبة، فهو يعالج مشكل داء الثعلبة، ويعتبر رماد عشبة البرواق هو بمثابة علاج أمراض الجلد كالبهاق الأبيض، وبحيث يدهن بالرماد البشرة، ثم تعرض البشرة مباشرة إلى أشعة الشمس لكي تعالج البهاق. فكذلك هذه النبتة فهي تعتبر مضرة للبول والطرث، ويجبر بها الكسر، الأشخاص الذين أصيبوا بالكسر فهو يعالجهم، وكذلك يعتبر مقوي جنسي ويلحم الجراح. إذن بالنسبة لطريقة استعمال هذه النبتة الجميلة والمفيدة، فنأخذ المقدار المناسب هو 15 غرام، يجب أن لا نتعدى هذا المقدار، هو 15 غرام فقط. يؤخذ الخليط شراب العتيق، بالنسبة لطريقة الاستعمال نأخذ خليط الشراب العتيق والمر والزعفران، ويطبخ الكل، ويمكن استعماله، فهو يصلح جدا لعلاج هذه الأمراض التي سبق ذكرها، وينصح بها المصابين بالمعدة والمثانة، في المصابين بالمعدة والمثانة فيمنعون عنه كليا استخدام هذه النبتة، لأنه يضرهم كثيرا وبالتالي يجب تجنبه. وأشكركم على المتابعة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب واشتركوا في القناة، وإذا كانت لديكم أي سؤال أو عشبة تريدون أن أتحدث عنها في فيديو خاص
فاتركوا لنا اسمها في التعليق وسوف اجبكم ان شاء الله. اشكركم على المتابعه والى اللقاء.